got that shit, boy. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سليمان شحادي بفيديو جديد. يا جماعة، صلي تقريبا 10 أيام 15 يوم اللي هني مش طالع. كنت مريض وكنت موجوع من دراسي، وإن شاء الله الوجع ما بيسيب حدا، اللهم آمين. يا جماعة، بدي أشكر كل شخص. أول شيء بدي أشكر خيي باسل الشيخ اللي عم بيحاول قد ما فيه قدر المستطاع يدعمني. بدي أشكر كل المتابعين اللي عم يجوا لعنده على قناتي، وإن شاء الله يا رب يكون عند حسن ظنكم وما بخيبكم أميالكم. رح نبلش نعمل فيديوهات شي مرتب وعزوقكم، بس انطروني بس شغلة جمعة لأنه بلشت هلا تصليح دراسي. هذا اللي كنت أنا حابب أطلع أقوله. شكرا على المشتركين، بتشكر كل العالم باسمي سليمان شحادي اليوم، بتشكر كل الأصدقاء اللي إجوا من عند باسل الشيخ. بصراحة أنا ذوقا يعني حبيت أطلع وأشكر. ما قصرت معي يا خيي باسل، كلك ذوق. إن شاء الله كل الأصدقاء اللي عندي بيروحوا لعندك، وأصدقاء الأصدقاء اللي عندك بيجوا لعندي. ورسالة لأصدقائي متابعيني وحبيبين قلبي، إخواتي، أنا اليوم نشرت فيديو لباسل الشيخ على قناتي. بتمنى من الكل يروح يشترك عنده وما تقصروا معه، ورابط قناته بالوصف. هيك بكون انتهى الفيديو. بشوفكم بفيديو جديد على بكرة إذا الله راد. رح نصور فيديو عزوقكم وننزله. بشوفكم بفيديو جديد، بحبكم كتير. كان معكم سليمان شحادي، تحياتي للجميع.